أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى جزء الحلقة الثاني من برنامج ملف خاص، والذي نخصصه لترأس المغرب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، بعد أن تناولنا في المحور الأول التعاون الأمني المغربي الإسباني ونجاحه في التصدي لكثير من المخططات الإرهابية. إذن تتولى المملكة المغربية منذ بداية الشهر الجاري رئاسة هذه الهيئة التقريرية للاتحاد، وتندرج الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن في إطار استمرارية التزامات المملكة من أجل أفريقيا تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار، وتشكل تتويجا لجهود دبلوماسية المملكة على مستوى القارة الأفريقية بقيادة الملك محمد السادس لصالح السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا. وتم انتخاب المغرب خلال القمة 35 للاتحاد الأفريقي في فبراير الماضي عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي للفترة الممتدة بين 2022 و2025. لمناقشة هذا الموضوع أجدد الترحاب بضيفي الكريمين من مدينة مراكش، الأستاذ محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالنيابة بقلعة السراغنة. مرحبا بكم من جديد أستاذ. وأرحب معي هنا في البلاطو بضيفي الكريم الأستاذ الحسن القرطيط الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. مرحبا بكم من جديد أستاذ. طيب معكم انتهينا أستاذ الغالي، ومعكم أنطلقوا في حوار هذا الجزء الثاني. إذن منذ عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي في يناير من العام 2017 تشغل المملكة المغربية مقعدا في مجلس السلم والأمن للمرحلة الثانية. في نظركم الرهانات الموضوعة على تولي المغرب لرئاسة هذا المجلس في هذه المرحلة المقبلة؟ الرهان الحقيقي وهو إصلاح هذا المجلس، على اعتبار وكلنا يتذكر الخطاب الملكي بمناسبة عودة المملكة المغربية إلى حظيرة الاتحاد الأفريقي، بأن مجابهة مختلف المخاطر الأمنية والاقتصادية وغيرها لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تم إدخال إصلاحات، وهذه الإصلاحات قادرة على مسايرة مختلف التحولات والتطورات. وتم التأكيد بأن عمل مجلس الأمن والسلم ومنه على أي الاتحاد الإفريقي كمنظمة وكذلك مفوضية الشؤون السياسية، فإن هذه الهيئة، هيئة مجلس الأمن والسلم الإفريقي، لا يمكن أن يبقى دورها منحصرا فقط على تحرير البلاغات والبيانات، ولكن لا بد وأن يتم اعتماد المقاربات والإمكانات والوسائل التي تجعل عمل هذا المجلس بالنظر إليه كجهاز تنفيذي لمقررات الاتحاد الإفريقي، وبالتالي لا يمكن لهذا الجهاز التنفيذي أن يقوم بدوره في مجال الأمن والسلم الإفريقي إذا لم يتحرر من بعض المقاربات الكلاسيكية التي قلت كان هدفها ودورها فقط هو تحرير بلاغات وبيانات، دون أن ننسى بأن هدف المملكة المغربية في العودة وهو ضخ دماء جديدة وضخ دفء جديد على عمل هذه الهيئة، هيئة السلم والأمن الإفريقيين، بالنظر إلى كون أن المسؤوليات هي جسيمة وكبيرة تتعلق بدور هذا المجلس في إشاعة السلم والسلام في مختلف الدول المنتمية إلى الاتحاد الإفريقي، وكذلك حتى القيام بأدوار في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، لأنه واهم من يعتقد فقط أن يعتبر بأن مجلس الأمن والسلم الإفريقي فقط دوره هو بمثابة رجل الأمن أو ما شابه ذلك، ولكن الأدوار هي عميقة ومركبة، وإصلاح كذلك هذه الهيئة، أي مجلس الأمن والسلم الإفريقي، فهو مرتبط بما يمكن إصلاحه في ما يسمى بمفوضية الشؤون السياسية، على اعتبار أن هذه المفوضية لها أدوار أساسية فيما يتعلق بمسألة الديمقراطية والتنمية على مستوى إفريقيا. عندما نقول الديمقراطية والتنمية فهذا يعكس المسارات الانتخابية التي تعرفها هذه الدول، ولا أدل بأن النقطة المقلقة
محيرة في إفريقيا وهي وتيرة الانقلابات العسكرية التي يتم تشجيعها في مجموعة من الدول، وهذه الانقلابات العسكرية يكون لها ما لها من تجاذبات وتقاربات إقليمية أو أيادي خفية دولية، بالنظر إلى اعتبار أن إفريقيا هي قارة التقاربات والتجاذبات لميزان القوى العالمية. وبالتالي فالمقاربة الجديدة لمجلس الأمن والسلم خاصة برئاسة المملكة المغربية أكيد ستشهد نقطة انعطاف، أنا أقول بأنها ستسجل نقطة انعطاف لفائدة الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة والمندمجة على مستوى القارة الإفريقية. وهذه المقاربة يكمن دورها في قيام مجلس الأمن والسلم بأدواره كاملة كما هي بطبيعة الحال من خلال القوانين المنظمة للاتحاد الإفريقي، وأكيد بأنه عندما تتوفر الإرادة السياسية للدول وتتوفر الإمكانات، على اعتبار لاحظنا بأنه بعض الأحيان الدول التي تكون عضوة في هذا المجلس إذا لم تكن لها القدرة المالية والعسكرية والسياسية فإنها لا يمكن أن توصلنا إلى بر الأمان، لأنه في نهاية المطاف فاقد الشيء لا يعطيه. لذلك فنحن الآن كما قلت في مرحلة جديدة لإعادة البناء وإعادة الهيكلة، وأكيد بأن هذه المرحلة مرحلة البناء وإعادة الهيكلة لن تكون بالطريق المفروش بالورود، على اعتبار لاحظنا بأن هناك دول لا يريحها أن تكون إفريقيا قوية، إفريقيا تنعم بالأمن والاستقرار، ولكن كما قلت إذا ما توفرت وتوافرت الإرادة السياسية فإن إفريقيا تستطيع أن تحافظ وتحقق أمنها الذاتي واستقرارها. نعم طيب، ننتظر أستاذ الحسن القرطي تحول جذري في عمل هذه التقريرية التابعة للاتحاد الأفريقي. لاحظنا أنه في الولاية السابقة للمغرب في شتنبر من العام 2019 ساهم المغرب في يعني تحسين أساليب عمل مجلس السلم والأمن ليتحول من أداة لصياغة القرارات كما أشار لديك أستاذ الغالي إلى اتخاذ خطوات إجرائية. طيب في نظركم هل تكون هناك تحول في عمل هذه الهيئة في هذه الفترة؟ كما أشار ضيفك الكريم إلى أن عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الأفريقي سنة 2017 هي عودة بطبيعة الحال لتصويب عمل هذه المنظمة ولإعادة الاعتبار للعمل الجماعي داخل هذه المنظمة ولإصلاح مسار هذه المنظمة، لأن بكل صراحة وينبغي الإقرار بهذا على أن بالإضافة إلى العقلية التي كانت متجذرة داخل هذه المنظمة والتي ساهمت فيها دولة الجزائر وبطبيعة الحال ووكيلتها البوليزاريو التي حيث عاتت فسادا داخل هذه المنظمة وعملت على تحريف المنظمة عن مسارها الطبيعي خلال العديد من المحطات. وبالتالي فعودة المملكة المغربية هي أولا تتويج لدبلوماسية صاحب الجلالة، حيث رغم أن المملكة المغربية كانت خارج منظمة الاتحاد الإفريقي لكن مع ذلك تمكنت المملكة المغربية من خلال الزيارات التي قام بها صاحب الجلالة إلى العديد من الدول الإفريقية في بناء شراكات مع هذه الدول وفي بناء اتفاقيات ثنائية واتفاقيات ثنائية طالت العديد من المجالات. وبالتالي هذه العودة إلى منظمة الاتحاد الإفريقي كانت مطلبا إفريقيا أولا بطبيعة الحال، على اعتبار أن العمل داخل هذه المنظمة لا يمكن أن يستقيم في غياب المغرب الذي يشكل نموذج على المستوى التنمية المستدامة ونموذج على المستوى البناء الاقتصادي ونموذج كذلك على المستوى البناء المؤسساتي والبناء الديمقراطي داخل القارة الإفريقية. وبالتالي فعودة المملكة المغربية هي عودة كما قلت لإعادة الاعتبار إلى الميثاق التأسيسي لهذه المنظمة ولتنزيل مرامي وأهداف هذا الميثاق التي كانت واضحة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، فيما يتعلق بالتطور الاقتصادي لدول القارة. وينبغي الإقرار على أن من سنة 2017 إلى حدود الآن تمكنت المملكة المغربية، وكما أشرتم إلى ذلك الأستاذ عبد الملا، على أن تمكنت المملكة المغربية في تحقيق العديد من الإنجازات خلال الولاية الأولى 2018-2020 وكذلك الآن بعد هذا التتويج، يعني بعد هذا التصويت
التخطيط الذي سيمكن المغرب من ولاية ثانية إلى حدود سنة 2025، وبطبيعة الحال ما هو مطروح على الأجندة على أجندة مجلس السلم والأمن الإفريقيين هو مهم جدا، على اعتبار أن المملكة المغربية وضعت كهدف تنزيل أجندة الأمم المتحدة في كل ما يتعلق بالقضايا الكبرى. ولكن ينبغي القول كذلك على أن المغرب حريص بأن تكون القارة الإفريقية في قلب الاهتمام الدولي، بمعنى أن إفريقيا أولا، بمعنى أن أهداف آلام وأمال إفريقيا بالدرجة الأولى ينبغي أن تكون حاضرة على الأجندة الأممية والأجندة الدولية. وأعتقد على أن المغرب إلى جانب السنغال، وهو ما عبر عنه ماكيسال كذلك حين قال بأن الأمن الغذائي والصحي على المستوى الإفريقي ينبغي أن يكون أولوية عمل هذه المنظمة. وأعتقد على أن المملكة المغربية وعيا منها بأن هذه المستويات الثلاث المتعلقة بالأمن المائي والأمن الغذائي والأمن الطاقي هي أولوية مهمة لتحقيق الأمن والسلام، لأن في نهاية المطاف لا يمكن تحقيق هذا الإنجاز الكبير للدول الإفريقية إلا بتوفير الأمن الغذائي، على اعتبار أن الأزمات الغذائية والمجاعات تسبب في حروب. وتعرفون على أن تاريخ، للأسف الشديد، تاريخ القارة السمراء هو تاريخ نزاعات المسلحة، وبالتالي فإحدى الإجابات التي وضعتها المملكة ووضعها وجاءت في الاستراتيجية التي تحدث عنها صاحب الجلالة إبان عودة المغرب سنة 2017 هي أنه لا يمكن تحقيق الأمن والسلم إلا بتحقيق الأمن الطاقي والأمن الغذائي والأمن الصحي. وأعتقد الآن بالنظر إلى ما أفرزته جائحة الكوفيد 19، وبالنظر إلى هذا الوضع الجيوسياسي على الصعيد الدولي والذي أفرزته بطبيعة الحال الحرب الروسية الغربية، ولا أقول الحرب الروسية الأوكرانية، على اعتبار أن أصبحت أزمة الغذاء أزمة ملحاحة جدا، وأصبحت أزمة الطاقة أزمة ملحاحة جدا. وأعتقد على أن المغرب وعيا منه بمؤهلات القارة الإفريقية، ونحن نتحدث عن قارة تشكل نصف مساحتها أراضي صالحة للزراعة في زمن بطبيعة الحال أصبحت فيه الأزمة الغذائية أزمة مستفحلة، بل أكثر من ذلك هناك تهديد. وأعتقد على أن السنة القادمة بالنظر إلى هذا الصراع بين كما قلت بين هذين القطبين في نهاية المطاف، على اعتبار هناك أزمة أسمدة مطروحة الآن بملحاحية، لأن في نهاية المطاف الزراعة مرتبطة بالأسمدة، وبالتالي فأعتقد على أن المغرب بالإضافة إلى دول وزارة على المستوى الاتحاد الإفريقي وخصوصا من داخل مجلس السلم والأمن، أن هذه الدول ستعمل على إيجاد إجابات شاملة لكل المعضلات المطروحة الآن، وخصوصا ما يتعلق بالأمن والسلم على المستوى القارة، خصوصا ما يتعلق بالنزاعات المسلحة، خصوصا بالدور الذي ينبغي أن تلعبه المملكة المغربية. وأعتقد على أن هناك إشادة أممية بهذا الدور المتعلق بعملية حفظ السلام، بالدور المتعلق بالمساهمة في بناء اقتصادات المنطقة. وأنتم تعرفون على أن المغرب يشكل ثاني مستثمر على المستوى الإفريقي، وأن المقاولة المغربية هي مقاولة قوية على المستوى التنافسية، وبالتالي تمكنت من الحضور بشكل قوي على المستوى العديد من البلدان الإفريقية، سواء فيما يتعلق بالقطاع البنكي أو قطاع التعدين أو القطاع البنى التحتية. وأعتقد على أن الآخر مشروع الأنبوب الغاز النيجيري المغربي إلى جانب دول الصدا، وما يشكله من آمال بالنسبة لهذه المنطقة فيما يتعلق بهدف الاندماج المجالي والاندماج الاقتصادي لهذه الدول. نعم. طيب أستاذ الغالي، نتحدث عن مدة ترأس للمغرب بأجندة جد ممتلئة، نتحدث عن اجتماعين وزاريين يهمان محاربة الإرهاب، تجنيد الأطفال، الأمن الغذائي، محاربة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى عمليات إجرائية وندوة سياسية بمدينة طنجة أواخر الشهر الجاري. الإضافة التي يمكن أن يضيفها المغرب في كل هذه المواضيع والإسهام الذي يمكن أن يقدمه لهذا المجلس وللمنظومة الأفريقية؟ أكيد بأن تحديد خطة عمل تحتاج إلى نوع من المشاورات، وهذه المشاورات تتحقق من خلال مثل هذا النوع من المنتديات التي يتم تنظيمها
ولا أدل بأن اللقاء الذي سيمضى أو المنتدى الذي سيمضى بطنجة في هذا الشهر، شهر أكتوبر، في أواخر أكتوبر، يسير في هذا الاتجاه من أجل أن يكون هناك نقاش عمومي بين مختلف المسؤولين وأصحاب القرار بشكل شفاف ونزيه، وبشكل سيساعد كل الأطراف على أن تنخرط، سواء كانت عضوة في هذا المجلس أو لم تكن عضوة، لأن مسألة الأمن والاستقرار تعني كل إفريقيا، هذه القارة التي تعاني من أبشع صور الإرهاب والمجاعة وغير ذلك من الأشكال التي تهدد الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن السياسي كذلك، على اعتبار أن الملفات المطروحة ليست ملفات سهلة، فتجنيد الأطفال هذا يؤرق بشكل كبير جهود التنمية في إفريقيا، فهؤلاء الأطفال مكانهم الطبيعي في المؤسسات التعليمية والتربوية، وكذلك الموضوع الأمن الغذائي والتغيرات المناخية التي تعاني منها إفريقيا الآن بشكل كبير، على اعتبار أن هذه التغيرات المناخية تؤثر والأمن الغذائي وتؤثر كذلك في مختلف ما يمكن أن يجعل من القارة الإفريقية قارة كما يقال قادرة على أن تكون لها المناعة والحصانة اللازمة حتى تجابه كل المخاطر. لذلك فيظهر منذ البداية كما أشرنا إلى ذلك سابقا بأن مقاربة المملكة المغربية هي مقاربة أفقية من أجل السلم والسلام والخير والنماء لكل إفريقيا، وليس مقاربة عمودية، مقاربة الكواليس، مقاربة دس الخطط هنا وهناك، ولكن بالنظر على أي إلى مختلف هذه الأعمال وإلى هذه المجهودات وإلى العزم، أنا أقول إلى العزم الذي أبانت عنه المملكة المغربية، وهذا ليس بغريب على اعتبار أنا يمكن أن أقول بأن المملكة المغربية تتوفر على كل المقومات التي تجعل منها قادرة على أن تكون رئاستها لهذه الهيئة مجلس الأمن والسلم الإفريقي رئاسة فعالة وناجعة، بالنظر إلى الأدوار التي تقوم بها المملكة المغربية من خلال سواء البعثات المغربية العسكرية التي تشارك في استتباب الأمن والسلم في مجموعة من الدول الإفريقية، وأبان من خلالها القوات المغربية عن يقظتها وعن حسها الإفريقي الكبير فيما يتعلق بإشاعة فضاء الوئام والسلم والسلام في هذه الدول التي تحملت فيها مسؤولية دورها كبعثة للسلم والسلام، وكذلك بالنظر إلى الأدوار التي تقوم بها المملكة المغربية من خلال شراكات، أنا أقول والإشارة واضحة، ما يزيد على 1000 شراكة تعاون اقتصادي واجتماعي في مختلف المجالات، وأكيد بأن رئاسة المملكة المغربية ستعطي زخما لهذا النوع من الشراكات، لأننا كما قلنا الحديث عن الأمن والسلم في إفريقيا ليس بابا للطرف المعرفي، الحديث عن السلم والأمن في إفريقيا هو من باب الأفعال والأعمال والسلوكيات، ومن باب تيسير حركة ميسرة لرؤوس الأموال والأشخاص، ولاحظنا الدعم الذي تلقته المملكة المغربية والإشارة القوية عندما تدخلت المملكة المغربية من أجل تحرير معبر القرقرات من سطو مجموعة مدفوعة من طرف حركات إرهابية وأنظمة مستبدة ومتسلطة، ولاحظنا بأن كانت إشادة واضحة من طرف الأمم المتحدة التي أكدت بأن هذا المعبر معبر آمن ومعبر مدني ويجب أن يبقى كذلك، ييسر حركة رؤوس الأموال والأشخاص والبضع والسلع، هذا ممر إنساني يربط شمال القارة بجنوبها، وبطبيعة الحال هذه كلها أمور تؤكد
على أن المملكة المغربية تتوفر على الرأسمال المعنوي والرمزي والمادي الذي سيساعدها على تحمل هذه المسؤولية، مسؤولية رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي بكل قوة واقتدار، وقادرة كذلك على التصدي لكل المحاولات اليائسة التي بإمكانها دائما أو التي تحاول دائما أن تجعل من القارة الإفريقية قارة البؤس والفقر والإقصاء والتهميش. لذلك كما قلت وكما أشار كذلك الأستاذ الفاضل الأستاذ حسن بأن مجلس الأمن والسلم سيشتغل بمقاربة براغماتية فعلية وعملية. نعم يعني هنا أستاذ الغالي أذكر البلاغات والبيانات. نعم أذكر فقط ببعض مما تحقق خلال رئاسة المغرب السابقة في العام 2019. إذن تبني قرارات هامة من قبيل رفع تعليق مشاركة السودان في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي، عقد الجلسة الوزارية لمجلس السلم والأمن بنيويورك، اللقاء حول التفاعل بين مجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد، الاجتماع الهام حول التغيرات المناخية وتأثيرها على الجزر في القارة الأفريقية. إذن هي مجموعة من الخطوات الهامة التي على منوالها سيسير المغرب خلال هذا الشهر من ترأسه للاتحاد. طبعا أسألكم نفس السؤال الذي يعني طرحته على الأستاذ الغالي، لمسة المغرب خلال هذه الفترة من ترأسه؟ لمسة المغرب ستكون واضحة سواء بالنظر كما قلت إلى أداء الدبلوماسية المغربية على المستوى الأفريقي، وبالنظر إلى الدور الذي لعبه المغرب فيما يتعلق أولا بالنزاعات والحروب على المستوى الأفريقي. تعرفون على أن المغرب كما قلت يشكل نموذج فيما يتعلق بالتعاطي مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وفيما يتعلق مع اتفاقية جنيف لسنة 1959، وبالتالي المغرب هو معني بشكل مباشر بدفع الاتحاد الأفريقي إلى اتخاذ قرارات كبرى فيما يتعلق بمسألة جنيد الأطفال. ونحن نتحدث عن تندوف، هذا عن معسكر العار حيث يتم جنيد الأطفال بشكل كبير، وحيث تتعرض حقوق الإنسان لفضاعات، حيث الفضاعات كبرى تمس بكل اتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وتمس بما يسمى لو دووا دي كونفلي أرمي، قانون النزاعات والحروب. وأعتقد على أن المغرب الذي وقع هذه الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، المغرب سيعمل على دفع أعضاء الاتحاد الإفريقي أولا كخطوة أولى بطبيعة الحال إلى ضرورة تحريك المتابعات، لضرورة تحريك الإدانات فيما الإدانات لجبهة البوليزاريو وبطبيعة الحال والدولة الكفيلة اللي هي الجزائر، على اعتبار أن هذه الدولة التي لم تسمح إلى حدود الآن رغم مطالبة المغرب منذ سنة 2011 إلى حدود الآن، ورغم القرار الأممي من سنة 2012 إلى حدود الآن، بضرورة السماح للمفوضية السامية للاجئين، بضرورة دخول مخيمات العار، مخيمات تندوف، للوقوف على 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 للوقوف على على الفضاعات التي ترتكبها قيادة جبهة البوليزاريو. كذلك أن المغرب في خطوة ثانية وبطبيعة الحال كما قلت أن أحد الأهداف الأساسية في نهاية المطاف هو رد الاعتبار للميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي الذي يشدد على أن العضوية داخل هذه المنظمة، وهو نفس الحال يشدد عليه الميثاق الأممي على أن العضوية داخل منظمات الأممية عضوية هي حصرا للدول وليس للميليشيات وليس للمنظمات أو الكيانات غير الدولتية. نعم أشكركم جزيل الشكر الأستاذ لحسن قرطيط الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. شكري موصول لكم أستاذي من مراكش محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالنيابة بقلعة السراغنة. الشكر لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، ونعود إلى الزملاء في استوديوهاتنا بطنجة من أجل مواصلة الفترة الخبرية المسائية.